كيف المهندسين اليوم كي نحكيو على المهندسين، فما برشا مهندسين يتم الاستغلال نتاعهم كي يجي باش يخدم تلقاه هو النيفو نتاعو، يعني كي نحكيو على مهندس يعني باش نحكيو على عرسه في المجتمع نتاعنا، يلقى روحه يخدم بسالير تاع 500 دينار 600 دينار، هذوما الشهريات بالحق ولا لي سالير اللي موجودين تو في تونس، يعني شهريه ما تجي حتى شيء قدام الكفاءه نتاعو، سواء كانت العلميه ولا التعب نتاعو اللي تعبوا. زاد نحكيو زاد كيف على المهندسين على الاساتذه الجامعيين، خاطر هذوما الثلاثه الاطارات اللي مرتفعه النسبه نتاعهم في هجره الكفاءات، الاطباء والمهندسين والاساتذه الجامعيين. زاد في الاساتذه الجامعيين نقاو نسبه بطاله مرتفعه في بالنسبه لهم، كيف نقاوهم حتى كان اللي يقريو راهم يقريو بدي كونترا وما ياخذوش الفلوس نتاعهم، يعني كانوا يخدم ببلاش بالحق هذا. زاد حاجه اخرى نحب نذكرها، يعني عدم الاحترام الكفاءات نتاعنا في تونس. نعطيك ابسط مثال، مثلا وقتها صارت الاساتذه الجامعيين كي يعتصموا قدام الوزاره يتم الباحثين يتم العنف من قبل الامنيين، عنفوهم. يعني انت ككفاءه علميه في بلادك ما تحترمهاش وتعنفها، ليزي لا تعطيه حقه ولا تعطيه مكانته في المجتمع، وزيد انت تعنفه في الدوله نتاعو، كيفاش تحبوا يقعدك؟ سي نورمال باش يلقى فرصه برا تشجعه وتحفظ له الكرامه.